حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته.